فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الالتفات في الصلاة داخل في الوساوس التي تكون في الصلاة؟ داخل في المنهيات، داخل في المنهيات، والوساوس ليس باستطاعة ولا هي من فعل الإنسان، هذه تدخل عليه، تدخل عليه من الشيطان أو من الهواجس، فيدفعها بالإقبال على صلاته وعبادته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.